لما عرفت ان في شركه اسمها ريفا لما عرفت حضرتك ان في شركه اسمها ريفا بتقدم لحضرتك فيلا هديه في الساحل الشمالي لاداء حضرتك الممتاز في كاس الامم الافريقيه شركه اريبيا مش حضرتك حسيت بايه ساعتها؟ والله بص على حاجه هم انا هو الخبر اتقل وانا هناك عشان تبقى انت عارف ولما كان في كلام قلت لهم يا جماعه انا مش هتكلم في اي حاجه لما ارجع لان هتكلم فيه دلوقتي يعني مش هتكلم في اي حاجه وكنت سعيد اكيد وفي ناس كتير كلمتني اللعيبه معايا لعيبه كتير كلمتني وقالتني بس انا كان كل ردي يا جماعه لما نرجع مصر بعد البطوله ربنا بس يكرمنا بالبطوله او نقدر نسعد الناس نسعد الشعب المصري وبعد كده لما انا جيت في ناس كلمتني بس انا كنت قافل موبايلاتي وبعد كده لما قعدت هديت لقيت ناس كلموني وعندي ويعني المدام عندي كلمتني قالت لي في ناس كلموني وفي كذا كذا ومستنينك في اي وقت تروح لهم بس انا كلمتهم انا على طول الناس النهارده حتى قالوا لي تعالى على النهارده على طول طبعا يعني هم كانوا مستنيني من ساعه ما كنت من اول ما كنت